الآلية عرجة يعني موجودة آلية ويعني لو تشوف الكتب اللي وجهت لوسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية توجه على القنوات خاصة أن يكون هناك مراقبة وما الضرر. في خضم الحديث عن الوحدة الوطنية والتحذير من أسفين الفتن، قضية تعيين مراقبين ماليين في وسائل الإعلام تتصدر الواجهة مجددا. يفرض الحديث عن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها إضافة إلى التحذير من دقي إسفين الفتن الطائفية يفرضان إعادة طرح قضية تعيين مراقبين ماليين في المؤسسات الإعلامية وفقا لما نص عليه قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع. وتأتي أهمية هذا الموضوع في وقت تتعالى فيه الأصوات المنددة بالحملات الإعلامية المشبوهة وتلك المغرضة بحسب وصف الكثير من دعاة الحفاظ على الوحدة في الكويت وتماسك كيانها ونسيجها الاجتماعي. جميل القاسم والتقرير التالي. الوحدة الوطنية ومحاولة العبث بأمن ووحدة الكويت مفردات تكاد تكون الحاضر الأكبر في كلمات المحاضرين بأي ندوة سياسية في وقت تسارعت فيه وتيرة وسائل الإعلام المحلية وانتشرت فيه الأبواق الإعلامية المغردة على ليلى فئات المجتمع الكويتي على اختلافها، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة لإعادة طرح قضية المراقبين الماليين في المؤسسات الإعلامية، والتي كان وزير الإعلام سامي النصف قد تعهد ببحث العوائق التي تحول دون توفير المراقبين في الوسائل الإعلامية التي وضع بعضها علامات استفهام عريضة عند آلية القانون. الآلية عرجة يعني موجودة آلية ويعني لو تشوف الكتب اللي وجهت لوسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية يعني ما بقى أسئلة طلبات أوراق، يعني ما بقى اللي يقولون سنة كم تزوجت، كم ولد عندك، أولادك كذا وكذا، شنوع الأكل اللي يأكله، يعني أسئلة سخيفة، أسئلة يعني سخيفة. أنت تبي تشيك الميزانية اطلب الميزانية موجودة، تبي تشوف موازين المراجعة في الميزانية تفضل. إذا كان القضية معرفة هذه المؤسسات الإعلامية وتعاملها مع أجنبي أو تكون هي أجندة لدولة معينة ولنقل أي دولة في المنطقة، يعني حيكون واضح على اللون مالها وتوجهها. أنت فيك أنت تحاسبها على اللون، فيك تحاسبها على طروحاتها. وتزداد أهمية فرض مراقبين ماليين على وسائل الإعلام للوقوف على مصدر تمويلها ومعرفة أرصدتها في وقت كثر فيه العزف على الوتر الطائفي. الآونة الأخيرة يعني كان هناك إثارة بعض الشك للقنوات أن يكون لها تمويل خارجي أو تمويل مسيس لبعض الأمور المحلية، فهنا يتوجب على القنوات الخاصة أن يكون هناك مراقب مالي، وما الضرر أن يكون هناك تواجد للمراقب المالي في القنوات الخاصة؟ بالعكس نحن نؤيد هذه الخطوة، يعني أن يكون هناك مال ونشد عليها ولا نرى أن يكون هناك تدخل. أقرب مثال عندنا في وزارة التربية عندما يكون هناك مدارس خاصة يفرض عليهم أن يكون هناك مدير لهذه من قبل وزارة التربية. وتبقى الرقابة الذاتية للمؤسسات الإعلامية وتغطيتها الموضوعية للأحداث دليلا واضحا على الروح المسؤولة والمهنية العالية التي يتحلى بها القائمون على صناعة الإعلام. جميل القاسم، الرأي.